تدبير أيها المسؤولون. ها نحن اليوم في اليوم الرابع من الانقسام المفتوح بعدما بدأنا فيه يوم 20 مارس 2017. مرت 4 أيام على الانقسام المفتوح لكن بدون أي نتيجة تذكر، بعدما كنا نناشد المسؤولين للتدخل للحوار مع سكان وجمعيات المجتمع المدني. نحن اليوم في الاعتصام في اليوم الرابع، وكان طالبوا من المسؤولين باش يفتحوا معنا حوار لكن دون اي نتيجه تذكر. المسؤولين المحليين الجهويين الوطنيين اللي جالسين في البيروات ديالهم في المكاتب ديالهم راهم جالسين وعندهم الكليمة ومكاتب مكيفة، ما عندهم لا حرارة لا برد. ونحن سكان ولاد السيف الغيط هنا المأكل ديالنا والمشرب ديالنا أمام مشروع تربية الديك الرومي، باش هاد المسؤولين هادو ما جا عندنا لا قيد لا رئيس دائرة لا عامل لا والو، وحنا تنستنكروا هاد القضية هادي. هما جالسين في المكتب ديالهم عندهم الكليمة عندهم كل شيء، وحنا كنباتوا هنا في البرد القارس في الحرارة، نصليو هنا ناكلوا هنا، ورحنا كنناشدوا السلطات المعنية بأن نحنا ما غاديش يكون تكون عندهم الفكرة بأن احنا غادي نعياو. راه والله تنعهد الله بأن نحنا غادي نبقاو صامدين هنا، يكونوا على يقين غادي نبقاو صامدين، وراه ما عمرنا نعياو حتى رحيل منكوري باش نموتوا حنا سكان ولاد السي بغيت يموتوا بالموت البطيء. راه نجيو حنا بغينا نموتوا بالسبب، وغادي نبقاو معتصمين هنا، وهذه الرسالة تنصيبها.